مكملين مع حضراتكم، ودايما بنروح كده نعرج شوية على الأخلاق والقيم. وكنا نفتكر كلمة الطفل الصغير اللي طلع في أحد المؤتمرات الخاص بقادرون باختلاف، وكان بيكلم سيادة الرئيس وبيقول له احنا عايزين مادة خاصة بالقيم والأخلاق. وده على فكرة لما احنا عملت معاه مداخلة هنا في 8 الصبح قال لي أنا الموضوع بالنسبة لي نابع من موقف أنا شفته قدامي. فهو من خلال المواقف اللي قدامه الطفل بيتأثر بيها وبيفضل عايش بيها طول العمر، حتى لو الأمر ما يمسهوش هو، لمجرد أنه هو شاف بعينه حاجة بتفضل خالدة في ذاكرته طول الحياة ممكن تأثر على نفسيته كمان حتى لو هي لم تطاله هو شخصيا. ومن هنا محتاجين ان احنا نستوعب المبادرات اللي بتتعمل دلوقتي بالشكل الأمثل ونحاول ان احنا نطبقها على حياتنا، لأنه أوقات مع سرعة الحياة احنا بننسى وبننشغل على القيم الجمالية اللي لابد تكون ساكنة جوانا وفي حياتنا، ولازم ان احنا ما بين الفترة والتانية كده نعمل لها ريفرش. هي دي بقى اللي تحتاج ريفرش الحقيقي. لما نيجي نتكلم النهاردة مع حضراتكم عن قيمة جميلة قوي هي قيمة التسامح. البعض بيخلط بين القيمة الخاصة بالتسامح وما بين الطيبة الزائدة اللي بتصل إلى حد، واسمحوا لي أستخدم التعبير ده، الهبل. فالبعض بيصف الموضوع ده إن هو كده، ولكن لو احنا فعلا تأملنا في الاسم الخاص بالتسامح هنلاقيها قيمة ممكن نقول إن هي يعني مع قيمة السلام النفسي ممكن نقول إن هي وجهان لعملة واحدة. تعالوا نعرف أكتر وتفاصيل أكتر من دكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية. أهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا بيكي، اهلا وسهلا استاذه صباح هبه، ازاي الخيرات. صحتك؟ عايزين تعريف كده لقيمة التسامح، وهل هي يعني كاسم وكقيمة في ترادف بين التسامح وبين التغافل أو الطيبة الزائدة زي ما البعض بيوصفها؟ التسامح دي قيم ساميه من قيم الاخلاق، والانسان عندما يتسامح يبقى ده معناه ان هو مؤمن جدا بانه انسان له مكانته الشخصيه عند نفسه قبل عند الناس. إذن هي بتنطلق من داخل الانسان الاول قبل ما يطبقها على طبعا الغير. هو شاعر بقوته الشخصيه وبثقته، فلما بيثق في نفسه هو شايف انه اكبر من الحدث اللي حصل معاه، وان اللي هم ارتكبوا بعض الاخطاء صحيح. او حتى ما كانتش اخطاء، بعض سوء الفهم او الظن، أيوه. ان ده ما كانش مقصود ليه هو، لكنه ده مقصود ان هو يحاول يقومهم. طب هل هو ده ثقته معناه بنفسه، ان كل انسان قوي قادر على التسامح؟ يعني ده اوقات هو الواحد ثقته مثلا معناه بيمر التسامح. بظروف يقول لك لا انا ما اسيبش حقي، ما اقدرش اتسامح، ما اقدرش اتغافل. هو ده بقى الضعف الحقيقي، لانه الانسان اللي يقول لك انا ما اقدرش اتسامح ويبقى عنده الجانب العدائي ده في شخصيته، هو اصلا مش مستني يتعمل معاه موقف سخيف عشان ياخد حقه. هو طيب. بياخد حقه وهو اصلا بيبقى واخده، بس هو بيكمل احساسه بالاستحواذ داخل المجتمع باشياء تانيه. طب الشخص اسمح لي اسال حضرتك العدائي في كلامك، معلش، يعني هنا اخذ الحق بيتعارض مع قيمه التسامح؟ اخذ الحق عندما يكون من حقه فعلا يكون بالتراضي، يكون بالتراضي. بالتفاهم، يكون بالاخلاق، انما انت لا تلجئي الى العداء في كل الحالات لان ده مش مطلوب. لكن الانسان احيانا يلجا للقانون، والقانون هو شكل من اشكال القيم المجتمعيه. بالظبط. يعني انت ممكن تاخدي حقك باستخدام القانون، وده حقك ياخد وقت زي ما ياخد. انما حكايه بقى اخد حقي بدراعي، ده اسلوب خاص بالفتوانه او البلطجه. صحيح. حتى لو ده حقه، يعني حتى لو ده حقه، بس في اساليب اخرى بيؤخذ بيها الحق مسموح بيها. طب هل قيمة التسامح ممكن للي مش بيتمتع بيها ممكن هو يدرب نفسه عليها؟ هو طبعا لما بيتعايش مع ناس عندهم القيمة دي، فاقد الشيء لا يعطيه. حضرتك فاقد الشيء لا يعطيه، ولما أوقات بيطلع من بيقولوا إن هو المجتمع فاقد الشيء بيكون الأكثر حاجة ليه فبيعطيه بسخاء. بيعطيه أحيانا بشكل من أشكال الإسراف، وبالتالي ما بيبقاش ده بقى نوع من أنواع الطيبة أو التسامح. ده بيبقى ساعات تهاون، يتهاون في حقه نتيجة انه كان مفتقده. فلما تهاون في حقه الناس قالوا انه هو فعلا عنده غفلة على انه انسان حسن النية اكتر من اللازم. لكن الحقيقة ما بتقولش كده. الحقيقة بتقول ان اللي عايز ياخد حقه فعلا اذا كان له الحق،
ده هو بيستخدم الأسلوب الطبيعي وهو قانون الحياة اللي ربنا خلقه بالتراضي بالتفاهم حتى بإدخال ناس في النص كده بينه وبين الناس اللي هم هيقتنعوا أنه هو له حق. دكتور. أما بقى أخد الحق بالقوة دي وأخد الحق صنعة برضه يا دكتور طارق. إيه؟ أخد الحق صنعة. بشكرك. صنعة وحرفة وفي نفس الوقت مش أي حد بيعرف يعمله. صحيح. بشكرك دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية وخبير تطوير الذات، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ونعتبرها دي رسالة صباحية يا جماعة. التسامح قيمة جميلة وبتبتدي بذات الشخص قبل ما يقدر ان هو يعمل لها ريفلكشن او ان هو يسيبها بقى عند الآخر، يعني كرد فعل لمثلا موقف هو مر بيه. ولكن في بعض المواقف بتتطلب بقى التدخل القانوني وانه الواحد ياخد حقه، الشكاوى طبعا اللي بتبقى في الشغل عشان الناس ما تحسش ان احنا مدين طابع وردي للحياه، لانه هتقابل مشاكل في حياتك وممكن ما تقدرش تغفر حتى لو انت انسان قوي، لكن هنا بقى بيجي الكياسه في التعامل بيكون هو المقام الاول. وهنا في بقى حاجه نقطه مهمه قوي هي معرفه نقاط الحدود، منطقه الحدود في التعاملات، ودي حاجه من الحاجات المهمه هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقات قادمه.